إذا كان الولد قد بلغ سن التمييز، فهل له الخيار في من تكون له الحضانة؟ نعم، ذكر الفقهاء، ورد في حديث أن إذا بلغ المحظون 7 سنين، فإن كان ذكرا مميزا عاقلا فإنه يخير بين أبويه، فإنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خير طفلا بين أبويه. أما إن كان أنثى فإنها تكون عند أبيها، يستلمها أبوها من أجل أن يحفظها ويصونها ويزوجها، تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، لأن الأب أحفظ لها وأهيب لها. نعم، لكن لا يمنعها من زيارة أمها، لا يمنعها من ذلك. نعم.